السلام عليكم، حياكم الله، يا اهلا وسهلا. والله كنت اقطف وتذكرت لقطه انه لازم اتكلم فيها وهي مهمه جدا، اللي هي الجوري وكيف نسقي الجوري. لكن كنت اقطف التين والفراوله، صار لي كم يوم ما قطفت. هذا التين ما شاء الله زي ما انتم شايفين انتاجه جميل، حبات كبيره واحجام كبيره. هذه الفراوله انتاجنا اليوم، ما عندي الا هذه اليوم من البلاك بيري. معلش ان شاء الله فتره بسيطه ويكبرن. يعني هذه البلاك بيري الجميل، ان شاء الله على بدايه شهر 4 تشوفون الانتاج غزير من البلاك بيري. فالقطفه هذه ما هي موضوعي الحقيقه، لكن انا اتكلم لكم عن الجوري. الجوري اذا تبغون الجوري يعطيكم الورد من اكثر من مكان. هذا الجوري اذا تذكرون، هذه جوريتكم اللي احنا اخذناها من الترقد الهوائي، طبعا اعطتنا ما شاء الله هنا ورده، وهنا الورده الجميله الكبيره، وهناك برضو في ورده اخرى. هذه الجوري انا استخدم معه طريقه او نظام التعطيش. طبعا ما اروي زي ما انتم شايفين، المكان هذا ناشف جدا ناشف، ما ارويه لغايه ما انه يجي اليوم اللي اشوف النبته ما قبل الذبول، قبل ما تذبل الاوراق. ودائما اللي راح يكون علامه الذبول يكون الاجزاء العلويه، القمم الناميه. قبل ما تذبل المرحله اللي قبل الذبول هذه، خلاص هنا وقتها نسقي. نعطيها ريه واحده كثيره ونوقف، نخليها 4-5 ايام حسب نوع التربه طبعا وحسب الجو اللي احنا عايشين فيه. الاهم بالموضوع دائما متى نروي؟ نروي اذا التربه طلبت منا الري، او النبته طلبت منا الري، لانه التربه احيانا تطلب بالشكل الخارجي والنبته تطلب من علامات الذبول. لا توصلوا النبته للذبول، لكن اي نبات مزهر او فيه ورد، لما تبغون يعطيكم الورد بكرم خلوه يكون مائل للتعطيش. فهذه النقطة اللي انتبهوا لها دائم، خلوا ان الزرع مائل للعطش يعطيكم تزهير جميل، لانه هذه بطبيعة النبات. النبات لما يخاف من الموت او التعطيش او الكسر، يصير فيه كسر، فهو يتجه فورا للتزهير. وهذه خاصية موجودة بالنباتات كلها، يعني مش حكر على الجوري، ولكن بشكل عام نقول لكم انه لابد انكم تنتبهوا لعملية الري حتى تاخذ ورد كثير. ايضا لما نبغى نقص الوردة هذه طالعة من هنا، طالعة من هنا في فرع، يعني بدايتها من هنا حامل الوردة. ما نقصه من المنطقة السفلى هذه، لا، لو عندنا ساق طويل من هنا إلى غاية مكان الوردة ما في مشكلة، نشيل مع الوردة يعني ساق طويل، لكن الساق قصير هنا. إذا يجب علينا نشيل الوردة، نقصها من المنطقة هذه، ناخذ معها ورقتين بس، ونترك الفرع هذا بالضبط، نتركه عشان يعطينا براعم وأفرع جديدة. فما نغلط ونقصه من نفس المنطقة النمو القديمة، لا، نعطيه مساحة وفرصة لإنتاج الأفرع. بالطريقة هذه نشتغل حنا ونقول هذه وردتنا، نقصها أبدا من المنطقة هذه. بسم الله الرحمن الرحيم، نترك الفرع. هذه الوردة، الله يسعدكم، أتمنى كل واحد أعطيه وردة، لكن والله حاليا شوية الورد عندي، لكن يوصلكم إن شاء الله عن طريق الفيديو هذا. فقصينا الوردة، أخذنا معها الجزء هذا، شوفوا نسبة وتناسب بين اللي قصينا وبين الجزء اللي بقيناه بالشجرة. هذا الجزء هو اللي راح يعطينا فروع. ما نغلط ونشيل من المنطقة هذه، لا، نعطي مساحة أطول عشان الفرص للبراعم. أخذنا الوردة هذه برضو، أنه هنا راح نكسب إن شاء الله، هنا الساق راح يكون سميك أكثر مع الوقت. لو نقصه من عند الوردة من هنا، استمر الساق نحيف، ما أعطانا تفريعات كثيرة. والله يسعدكم ويجعل أيامكم بجمال هالوردة، وإن شاء الله ومع السلامة.